أصغر كاتبة في الوطن العربي لإصدار. الإصدار الأول هو مجموعة قصصية عنوانها درع الوطن، والإصدار الثاني هو رواية هي تحت عنوان شمس بحجم الكف. بالنسبة لفكرة الكتابة، ففيما يخص مجموعة القصصية الأولى فقد كنت ألفت العديد من القصص القصيرة، ثم بعد ذلك بدأت يعني جاءتني الفكرة أن أجمعها في كتاب واحد ويصبح على شكل مؤلف عنونته بدرع الوطن. أما فيما يخص روايتي الثانية وهي شمس بحجم الكف، ففكرة هذا الموضوع لم تأتي عبثا، وإنما كانت لي علاقات اجتماعية مع بعض الأشخاص الذين ينتمون لفئة ذوي الهمم، فكنت ألاحظ كيف يتعايشون مع الأشخاص الآخرين وكيف يطمحون ويحققون أحلامهم، يعني بغض النظر عن الصعوبات النفسية والجسدية التي تواجههم. وهكذا جاءتني فكرة تأليف هذه الرواية. صراحة بعدما تلقيت برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كنت في غاية السعادة، فسعادتي كانت بحجم الكون وما تزال إلى حد الآن بحجم الكون، وستظل دوما، لأن هذا بالنسبة لي هو تكليف قبل أن يكون تشريفا. فهذا زادني إصرارا وعزما على المضي قدما أكثر في المجال الأدبي وعلى الكتابة، وأن أتمنى أن أكون عند حسن ظن قرائي وعند حسن ظن ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله وأيده، وأتمنى من الله العلي أن يحفظه للشعب المغربي. أعتبر أن هناك اعتبارات كثيرة تدفعنا لتبني رواية شمس بحجم الكف للكاتبة الصغيرة الموهوبة عابر عزيم. فمنذ وضع هذا المخطوط بين أيدينا في منشورة النورس، قرر عزمنا على أن ننشر هذه الرواية، ليس فقط من باب التعاطف كطفلة، أو لأن القضية التي تتناولها تمس شريحة معينة في المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة لفهمهم وفهم قضاياهم وأسئلتهم، ولكن أيضا من حيث أن الموضوع الذي اختارته والأسلوب الذي تكتبه يا عبير متميز ومبهر، ويجب أن نقرأ الرواية ليس من باب التضامن فقط لأننا أمام طفلة صغيرة، ولكن من باب أنها كاتبة بكامل النضج. وبعد ذلك تأتي القضايا التي تعبر بها هذه الشابة التي هي طاقة هائلة، أعتبر أن المجتمع المغربي يجب أن يلتفت إليها لأنها نقطة ضوء مهمة جدا، وعلينا مساندتها ومد يد العون لها والدفع بها نحو الأمام، لأنها تشرفنا كمغاربة، تعطينا بعض الأمل في الأجيال القادمة أنهم ليسوا كلهم أبناء الرقم أو أبناء التفاهة، إنهم أيضا لهم رؤاهم، لهم قضاياهم، ويجب أن ننصت نحن الكبار لهم. نحن في اليوم الثاني من فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته 28، ندسن أنشطتنا كدار للنشر بحدث نعتبره حدثا متميزا، ألا وهو الاحتفاء بأصغر كاتبة عربية على المستوى الوطن العربي، اللي هي الكاتبة الناشئة والمبدعة الناشئة عبير عزيم. بالطبع هذا اللقاء الاحتفائي عنده دلالة كبرى، منها أننا نريد أن نبرز أهمية أن ينخرط الشباب والأطفال في مجال القراءة والكتابة والإبداع بشكل عام، ونريد أيضا من خلال الاحتفاء أن نراهن على مستقبل الكتابة ومستقبل الإبداع في بلدنا، لأنه أن تكون هناك مبدعة صغيرة وأنتجت مجموعة من الكتب ومجموعة من القصص ومجموعة ورواية خاصة لها، وهي رواية جيدة بالمواصفات المرتبطة بسن هذه الشابة أو هذه الطفلة المبدعة. إذن أعتقد أن الاحتفاء بعبير عزيم هو في الحقيقة احتفاء بكل مواهب المغربية، بكل الشباب المغربي الذي يحاول أن يبرز ذاته وأن يبرز طاقته الإبداعية. ونريد أيضا من خلال هذا الاحتفاء أن نوجه رسالة لكل المؤسسات ببلادنا، المؤسسات التربوية والمؤسسات والوزارات والمؤسسات الإعلامية، بضرورة الاهتمام بطاقة الشابة وبضرورة أن توفر لها كل الشروط الضرورية، من تحفيزات مادية، من تحفيزات معنوية،
الثانوية، من تنظيم أنشطة خاصة بهذه الفئة من الشباب، حتى نضمن لهم إمكانية الاستمرار، وحتى نضمن إمكانية أن يبدعوا أكثر، لأنه لا يمكن أن نتصور مستقبل المغرب غدا بدون أطفال اليوم، لا يمكن أن نتصور مستقبل الإبداع غدا بالمغرب دون أن يكون هناك على حال الشباب يبدعون اليوم. الكلمة اليوم للشباب، ونتمنى أن نكون بهذا الاحتفاء في دار النشر مكتبة السلام الجديدة أن نكون قد أدينا جزءا من واجبنا الثقافي والإعلامي والتربوي.